الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتي وترداتي ونموتي وتوتش الله لقصو الله تشوف الله لا تقول الله تشوف ببيتات تشوف لممار يبقى تشوف ونموتي وتوتش الحمد لله يالنا اللهن አሁንም በሱ ፍቃድ ለመገናኘት ይችላል። ትምርታችንን እንቀጥላለን። ባለፈው ያየነው ስለ አረፋ ቀን ክብሬት በአረፋ ቀን የሚደረገው ዱዓ በጣም አንገብጋቢ አስፈላጊ እንደሆነ ዱዓትና ረግሪ ሞሰፋ አድርገን ለራሳችን ለቤተሰቦቻችን በአጠቃላይ ለኡማ ማድረግ እንዳለብን የሚለው ነው። ሌላው በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ከሚተገበሩ ተግባራቶች አዳኡል ሐጅ ወልዑምራ ዑምራና ሐጅን በዚህ ቀናቶች ውስጥ መፈጸም تلك أجري أسكيني هالنو يهين غريخ لطو سنو سوچ الله رشاء الله چو سوچ نو هلونم يأكاد تاري اللم حجين وفقوات چو بمكالا يتغني سوچ عمرانم حجينم مادرق بتام أسفل لاجي أنقب غابي نو نبيكين عليه الصلاة والسلام سلا حجينا سلا عمرات الرفات والتملكتا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة በማለት አስተምረውናል። አንድ ሰው ዑምራ አድርጎ ሁለተኛ ዑምራ እስከሚያደርግ ድረስ ታደረገ ዘማከለ ያለ ወንጀል ማነው መማሪያ ምክንያት ነው። ትክክለኛ የሆነ ሐጅ ጥሩ የሆነ ሐጅ خالص የሆነ ለአላህ ተወሎ የተሰራ ምንም ቅልቅል የሌለበት ደግሞ ጀነት እንጂ ሌላ ዋጋ የለውም በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናግረዋል። ሐጅ ለማድረግ የምትችሉ ወንድሞች እህቶች ሐጅ አድርጉ ጊዜ አትስጡት። ቀስብዬ ትቂጨምሬ ማነው መባል የለበትም። አላህ ያመቻችላችሁ ወንድሞቼ እህቶች እንዲያመቻችልን ሁላችንም ዱዓ እናድርግ። ዱዓችሁን አላህ መቅበል አድርጎላችሁ ጸሎታውን ሰጥቷችሁ ለማድረግ የቻላችሁ ወንድሞቼ እህቶች አደረ ያምንለው ነገር ሐጅን ጊዜ መስጠት አስፈላጊ አይደለም። በቻላችሁበት ጊዜና አድርጉ። ምክንያቱም በሌላ ሐዲስ ነብያችን እንደተናገሩ አንድ ሰው ተከክለኛ ሐጅ አድርጎ ያገሩ በሚመለስበት ጊዜና ልክ ከናት ወዲ እንደወጣ አይነት ነው ምንም ይወንጀ ቆሻሻ የለበትም በማለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄንን አስቀምጠውልናል። فبادر اخر مسلم اخت المسلمة الى اغتنام هذه الايام الفاضلة نزق قناتوچن لمزرف لماغنيت لمامارك تاغلو بالاعمال الصالحة وكثرة الاجتهاد ملكم سراوچن مانو بمسرات بمبرتاتات فإنه ليس لما بقي من عمرك ثمن. نزن قناتوچ ያገኛችሁ የدرساتችሁ ወንድሞች እህቶች ካሁን በኋላ ላለው ለወደፊቱ እድሜያችን የያዝነው ነገር ማነው درسየ ነገር የለም። ለወደፊቱ ተደርሳላችሁ ገናናችሁ የሚል درسየ ነገር ወይንም የተነገረን የለም። መቼ እንደምንሄድ መቼ እንደምንሞት አናቁም። አላህ ካደረሰን እነዚህን ቀናቶች አሽሩ ዚል ሒጃን በመልካም ስራዎች እናሳልፋቸው። ወከሰተል ኢጅቲሃድ ወቱብ ኢላላህ ሚን ተዲዒ አውቃት ጊዜያችንን ከማባከን ደግሞ ተውባ ማድረግ ይጠበቅብናል። ወደ አላህ ማነው መመለስ አለብን። ተውባ በማድረግ ጊዜ ማነው ማባከን ትልቅ ማነው ኪሳራ ነው። ጊዜያችንን ማነው እንዳናባከን ልንበረታታ ልንጠነካከር ይገባል። ወዓለም أن الحرص على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة هو في الحقيقة مسارعة إلى الخير. عند سو وينم عند سو سيبال وندوم سيوتون ميزنو سوطان مانو أيليم النزهن كاناتوش الله أدرسوت بملكا مصر على إيمانو مستمراتو مقنيتو بخير سر على إيمانو كمي وداد دروتنا كمي فوكاكرو سوش چمرتنو بمالت أسكم متأول لنال. ودليل على التقوى الله نم من فرا لمهونو ملكتنا عند مرجهونو يميا غلغر نغرنو. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الى ان الله سبحانه وتعالى يا الله ان شعائروچ يدين ملكتوچين يميا كبر يونه سو يه كقلب ما نو فراشچا يمنچ نو بمالات نغرونا ناننزن استرقناتوچ بخير سرا لا بماسالف በመወዳደር ፍስታችን ማነው እኔ በመባባል አንዱ ለላው ማሳለፍ ማነው ሳይሆን እኔ መብለጥ አለብኝ ነው።
خير سرا علي إثار مبال ما نبوت هاللوم إثار أصول لاجي ما نيهونو تودا جمي هونو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يرى الله بكرة عليه يسكمته بخير سرا علي بعبادة أين تشتايهون دناوي بهو نقروج بمن بلاتشو بمن لبساتشو نقروج لوين ديمي مالات طرو نقرنو جن عبادة صلاة مسجد ذكر ما أدرك إن ملون نجار راساتشن مجمرة من وسرتن ليلوتشن من دي سورو ما نو ما أدرك ترات ما أدرك مبرتاتات راساتشن تنكرن ليلوتشن سوش ما نو إن دي تنا كاكورو ما نو ما أدرك سرا بت أماس فلا جينا أنجب جابي مهونون ولاتشنم لبلن نلو تجيبي نجارنو بنزس كناتوش كم الناس على فاتشو بركاتا ما نو بزونا جروش بمسجد ما نو غري كويت مالت قرآن ما نبى منك أربع ساعات بمسجد ما نبى مهون اعتكاف ما نبى مدرج خير سرانهم يما نزل الجاي وهنا لو جرب يت ما نبى ملكام سر ما نبى مسرات تجرب يت وتشي تشينجر ما نبى يالون علاقة بمساكن ملكام سر يمبلو تقطرو مش ميزلك نجار علينا إن ده وانا وانا ونجارنو ترزه له كبار ودم تلك سر يمبلو كلمة التوحيد لا إله إلا الله يملون بتك كل معناون ما نبى أوكن ودي تكبر ما نو بمكير شرك ميبالون ما نو غداتون مزوزون ما نو تغنزبن تا شرك ما نو بمراق كمطفو نغ راساچين ما نو بمراق انزهن قناتوچ نصوح بهونه لب خالص يهونه عباده لله ما نو طرت يا له عباده ملكام سرا ما نو يسران لناسالفاچو تغبي نغر نو ولاچينم انبرتا انبرتاتا يمين ملكت نو نبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله أجر فاعله يميلو بمان يوم غزي بمان يوم ساعات اندهونا يتوقال فما بالك إذا كان في هذه الأيام الفاضلة بالنزب لاج بهونو قناتوج سوشين ودي خير نگر مانو بننا ملاكتاچو ودي طرو نگر مانو بننا مرا بننا استمراچو يمياوكتن بننا استمر يرسوتن سوش مانو بننا استاوز የምናገኘው ትሩፋት የምናገኘው አጅር በጣም ከባድና ትልቅ መሆኑን ሁላችንም ተገንዝበን እነዚህን ቀናቶች በኸይር ስራ እናሳልፍ መልካም ስራዎችን እንስራባቸው ሰዎችም እንዲሰሩ እናነሳሳ እናበረታታ አላህ ይሁንን አላህ ይሁናችሁ جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So